بص والله يا كابتن، انا على المستوى الشخصي آه. ما حسيتش بغربه خالص. خالص، لان نعم. اللعيبه طبعا انت في بعضهم عارفهم وكده، بس في النادي الاهلي ما بتحسش بدي، لان بصراحه الناس كلها مع بعض ايوه. كلهم محترمين، وانت اول ما بتدخل خلاص كله بيسلم عليك، تعالى اهلا 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 الكلام ده كله كده. فانت دلوقتي انت اكنك داخل بيتك، نعم فانت كله بيرحب بيك، تعالى 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 انت واحد معانا خلاص مننا نعم على خلاص طول على طول، مفيش بسرعة. خلاص بسرعه، انت لان انت عارف النادي الاهلي يا كابتن، انت بتيجي هوب يلا عندك بطوله، مش ماتش عندك لا يلا عندك بطولة، بطوله، صح صحيح. فانت مفيش ما وقت، بتلحقش ما يا عيني. بتلحقش، فيلا يلا يلا بتدخل خلاص بيتك. نعم. امام نفس اللي حصل، امام اول ما جه كله احكي لي مرحب بيه. احكي لي اول يوم للامام، امام اول مين كان في استقباله؟ امام دخل طبعا اوضه اللبس ازاي؟ خاصه انه كان دخل بمشكله شويه طبعا يعني. طبعا طبعا، نعم. بس هو امام بصراحه كابتن يعني من اللعيبه الرجاله والجدعه جدا، وعلى المستوى الشخصي كمان انا عمل معايا كده يعني نعم. كذا حاجه ساعه حر الكسر بتاع وشي، وهو كان اول واحد في المستشفى امام. وجاب لي هدوم من بيته، لا والله، والله من والله بيته هو. ما كانش بيروح اصلا كابتن، كان يا سلام. بيفضل والله فضل قاعد معايا وجاب سحور للناس اللي كانت موجوده كلها اللي وكنا في في النادي رمضان، صح. في رمضان. وبص يعني ده كريم بقى بيفك الكيس. لا لا جدع لا جدع والله. جدع، مين كريم؟ مين اكتر الناس؟ لا كتير كله يا كابتن بصراحه، اللعيبه بطل كلها، بقى لا والله الناس اللعيبه بقى. كلها والله الحوار والله يا ماشي كابتن حلو بجد بقى. والله طب اللعيبه مين اللي كلها ماسك والله. شويه؟ رامي ربيع بيقولوا شويه قافش، الشناوي مش انا قافش اللي قلت يا شويه. رامي. لا والله هو اللعيبه بصراحه كابتن يعني ما فيش حد بيطلب حاجه من حد الا لما بتحصل له، يعني حتى رامي مجان يقول لك مثلا، يجي نفضل نقول له مثلا كده يا رامي ده انت ناشي وبتاع، يقول لك انت طلبت مني حاجه وما جبتلكش، هو على طول هو ده رده يا كابتن بصراحه يعني، بس هو ما بيجيبش. يقول لك اطلب مني، يقول لك اطلب مني، بس يقول ما لك بيجيبش. يقول لك اطلب مني وانا هجيب لك اللي انت عايزه. طيب قول لي بقى، اليوم الاولاني لامام، خاصه انا اول مره بقول الكلام ده، اول مره اقول يعني. القصه المتداوله عنه في اهلي مدينه نصر لما كان مع فريق الزمالك الشباب، انا ايه نلت من الحب جانب، وانا مش عارف ليه، لان انا كنت بصيت امام على طول لما فرجاني مشي. فانا جمهور الزمالك قال لهم بصوا على ده هيكسر الدنيا، امام بص لعيب على ده، كبير بصيته لانه هو لعيب جيد يعني. جدا فانا جدا الحقيقه زعلت جدا، انا ما كان بقى شويه ولاد صغيرين وبتاع. وهو الحقيقه بعد فتره، اول مره احكي، بعد فتره بدا يبعت لي، انا كنت زعلان يعني، كنت زعلان ساعات لانه المشكلة كنت زعلان جدا، مش متخيل يعني. عارف انا ببص لهم كلهم طبعا كولادي يعني، هو اولادها مصطفى طبعا اصلا اكيد طبعا بيحبه كمان بالظبط. يعني. ففضلت ما ردش ما ردش ما ردش، وبعدين لقيته عزمني على جوازه، فقلت لا، قبل تبقى ده قله كان ذوق لسه قبل مني ما يجي بقى، الاهلي ما لسه ما كانش جاي الاهلي يعني. فقلت تبقى قله ذوق مني ان انا ما ارد، اعتذر لي، بعت لي كذا مره يعتذر وانا ما بردش يعني. فعزمني على جوازه، فقلت تبقى قله ذوق مني ان انا ما ردش عليه. فرديت عليه، باركت له، وكان عمل موقف كده، فانا موقف انساني جميل. فقلت له كده يا ابني عفى الله عما سلف، انا مش فاكر ايه، قلت له عفى الله عما سلف يا امام، موقفك ده بالنسبه لي ده موقف خلاص ده انساني، يعني قفل. فالحاجات الشخصيه بالنسبه لي خلاص. مع عزومتي على جواز، بس انا كان عندي برنامج، فباركت له، قلت له الف مليون مبروك، وان شاء الله بالرفاء والبنين، وباركت له يعني. وبدات من جوايا اصفى خالص يعني. وبعدين لما بدا يظهر في البرامج ويتكلم على النادي الاهلي بشكل كويس، انا من النوع اللي عندي الحاسه شويه، فبدات اسال بحس في ان هو النادي يجي. الاهلي، والله يا حسين بدات اسال في النادي الاهلي، يا جماعه في حاجه مع امام؟ فانا بقى اللي هو اللي اقرب واحد، امام ازاي؟ فين؟ مين؟ لا يا راجل ما ينفع. الى ان فوجئنا، فكنت من اول المهنئين ليه الحقيقه، وما كنتش تعاملت معاه يعني، فحسيت انه ولد جميل وابيض جدا من جدا جوه. يا كابتن جدا بسرعه دخل في وسط النادي الاهلي. جدا يا كابتن، من اول يوم اللعيبه كلها مرحبا بيه، تعالى امام مفيش اي حاجه، ما حدش حتى اتكلم معاه في اي مشكله ولا اي حاجه خالص خالص يا كابتن، خالص. كله كان مرحب بيه، تعالى امام بيتك وتفضل وتعالى مفيش اي مشكله، وانت معانا واحد من الفرقه خلاص يعني، مش ان خد هو على مثلا الجو بسرعه. خد على الجو بسرعه طبعا، هو كان لسه مصاب عشان هو كان عنده ايوه ساعتها مظبوط. الفيرما، كان راجع وجيب اتعالج شويه في اتمرن النادي. وتأهل وبعد كده دخل مع الفرقه وضرب نار زي ما بنضرب اي لعيب خد وبتاع، العلقه. خد العلقه الجميله مين اللي ايده ونزل. تقيله في العلقه دي؟ مين اكتر هتبقى ايده ياسر تقيله؟ ابراهيم. ياسر ما حدش يهزر معاه، لا والله. حدش يهزر، ما حدش بيهزر معاه يا كابتن، ممنوع ممنوع في اي حاجه خالص. ممنوع. وكان علي لطفي برضه لما بيمشي كان بيضرب، كانت في ايده تقيل. كان كان في ايده تقيل، في كذا لعيب، ورامي رامي برضو. في كذا لعيب بصراحه بيضرب، والسوليه بيفضل يضرب برضه. برضو السوليه ده جميل، انا سوليه بعشق من السوليه الشخصيات ده، كل لعيبه بتاع النادي واتش والله الاهلي حاجه كابتن جميله ومحترمه. جدا جدا جدا. بس فرحبنا بيه يا كابتن ونزل معانا ويلا، وسافرنا ساعتها النمسا ورجع معسكر الاولاني. معسكر وهجي لعب معانا الاول ماتش اللي هو السوبر اللي احنا خسرناه.